مشاهدينا للتعليق اكثر عن اداء السوق السعودي حتى الان ينضم معنا هاتفيا الاستاذ عبد الله العصيمي. اهلا بك، حياك الله. حياك الله اختي الكريم. يسجل المؤشر اداء ايجابي في جميع جلسات هذا الاسبوع، يعني سجل مستويات هي الاعلى ربما في 3 سنوات ونصف، كيف تقرا حركه السوق خلال تداولات هذا الاسبوع؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا المؤشر له فتره طويله كان اداءه جدا ايجابي، وكذلك هنالك تطور في العلاقات الاقتصاديه بين المملكه ودول العالم وخصوصا الدول الكبرى، ما يعني استدعى اللي هو يعني راينا اللي هو نتائج الاستثمارات في البتروكيميكال، هنالك توقيع بين شركه سابك وارامكو، كثير من المشاريع يعني ادت ثقه المستثمرين الى دفع سيوله جديده في السوق، مما دفعت المؤشر من مستويات 6700 الى مستويات 8100، ويعني اقتربنا من حاجز 8200 ان شاء الله. نعم. طيب دعنا نتحدث ايضا عن قراءتك لحركه السيوله الحاليه بعد ان تجاوزت التداولات بالامس 5 مليارات ريال سعودي. بالنسبه لمستوى السيوله طبعا هناك ثقه من المستثمرين، راينا سيوله ضخمه يعني تم دخولها في سابق نتائج توقيع كثير من الاستثمارات، وكذلك القطاع البنكي يعني راينا اللي هو دخول سيوله جديده عليه، وكذلك هنالك تنوع في القطاعات في الاستثمارات، راينا اللي هو تصريح وزير السياحه اللي هو اقتراب استثمارات في القطاع الى قرابه تريليون ريال، فهذا كله اثره ايجابي يعني اعطى ثقه للمستثمرين، لقينا شركات كثيره من سنوات لم تتحرك لقيناها تتحرك من جديد، وهذه كلها تعود لثقه المستثمر وتطور في الاقتصاد السعودي. نعم، اذا هل لابد للسوق من جني الربح وذلك لصالح السوق في مواصله الصعود والارتفاعات؟ نعم، اولا احنا نطمن المتداول ان الوضع جدا ممتاز، هناك تنوع كثير في قنوات استثماريه من خلال صناديق الريت او شركات البتروكيميكال او شركات قطاع السياحه يرى منها الانسب. بالنسبه للمؤشر العام انا اطمن المتداول لا زال مستقر من هذه المستويات، قد يعني يحقق ارقام جديده فوق مستويات 8200، ولكن لو دخل في موجه جني ارباع انا اطمن المتداول ان السيوله سوف تنتقل من القطاع القيادي الى الشركات الاخرى اللي ما تحركت وتعطيها فرصه جديده لتحقيق ارقام جديده باذن الله. نعم، استاذ عبد الله دعنا نتحدث عن نتائج بعض الشركات التي اعلنت بالفعل عن نتائجها الماليه للربع الاول من هذا العام وتباينت في ادائها وان كانت في المجمل تعتبر ايجابيه، كيف قرات النتائج الماليه التي اعلنت حتى الان؟ النتائج المالية أغلبها جيدة يعني كويسة، يعني لقينا شركات لم تحقق أرباح منذ سنوات، يعني لقينا شركات تطور في شركات البتروكيميكال، نعم. هنالك شركات قدمت منحة للمتداولين، هنالك شركات وزعت أرباح، يعني لقينا مثل شركة جديدة مثل الصناعات الكهربائية ارتفاع في اللي هو الأرباح، يعني هذا شيء جيد ومطمن ومبشر بالخير، لقينا شركات جديدة. طبعا هيئة سوق المال وشركة تداول مشكورة ساعدت في تنظيم السوق من جديد واعلان واكثر انه يكون اكثر شفافيه وانه يكون اكثر يعني حافز للاستثمار فيه بسبب القوانين والانظمه الجديده. نعم، بالانتقال للحديث عن اسواق النفط نجد ارتفاعات ايجابيه جدا، على سبيل المثال نايمكس يسجل بالامس اعلى اغلاق منذ ديسمبر 2014، ايضا نلاحظ برنت يسجل اعلى اغلاق في اكثر من 3 اعوام ونصف تقريبا، كيف تقرا انعكاس اداء هذا يعني هذه الاسواق النفطيه على حركه السوق في الفتره المقبله؟ طبعا لا شك ان المملكه تمتلك كثير من الاستثمارات في البتروكيميكال وقطاع النفط، نعم. وكان لها اللي هو التعاون الايجابي مع منظمه اوبك ومع دول العالم في تخفيض الانتاج وعوده الاستقرار، ولاحظنا كثير من الاجتماعات قامت فيها المملكه وساعدت في عوده النفط مره اخرى لتحقيق ارقام جديده. كل الشكر لك المحلل الفني الاستاذ عبد الله العصيمي، شكرا جزيلا لك.